يقول اشتريت سيارة بثمنها في السوق وهو 10,000 دينار، وبعتها 14,000 دينار على أن أقبض الثمن بعد 4 أشهر، هل ذلك جائز؟ إذا اشتريت السيارة وغيرها وتملكتها وقبضتها فلا مانع أن تبيعها بثمن حال أو ثمن مؤجل، ويكون المؤجل أكثر من الثمن الحال، لولا الزيادة ما أجل الناس بيوعاتهم، فهم لا يؤجلونها إلا طمعا في الزيادة، فلا بأس بذلك والحمد لله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. نعم. يقول أصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، لكن والدتي تمنعني من الصيام لأني مريض بالسكر وتخاف أن أتعب، وحاولت أن أقنعها ووافقت، هل أكون قد عصيت أمي؟ إذا كان الصيام يؤثر عليك بسبب السكر فلا تصم، وهذا يراجع فيه الطبيب، ما تراجع أمك، تراجع الطبيب، إذا قرر الطبيب أن الصيام يضرك فلا تصم، إذا قال الطبيب أنه لا يضرك ولا مانع منه فصم، وعلم أمك، قل أني شاورت الطبيب وأنه يقول ما عليك خطر، لأجل أنها تقنع.